في حلم تاني برضو ما اكتملش أو جه ناقص. يعني حتى لما حلم الزواج وحب العمر أخد مكان الغنى والشهرة والنجومية، برضو جه الزواج بدون فستان فرح وحفلة وزفاف، وده حلم أي بنت. ما حسيتيش إنك بتضحي بدل فستان الفرح الأبيض وبدل الزفة بيان صحفي؟ لا بس بصراحة أنا وهو اتفقنا على كده. يعني ما أقدرش إن أنا أقول إنه دي غلطة تامر. يعني مش غلطته فولي ولا غلطتي أنا فولي. أنا متجوزة ساعتها، عارفة أنا متجوزة حد مشهور جدا. فهل أنا هبقى جاية بدي كل حاجة أنا عايزاها مساحة وما بديش رأي الناس مساحة؟ ما ينفعش. وبرضه أنا كنت إيه بقى، ده جديد عليا، خلي بالك. يعني الموضوع نفسه بتاع يعني الشهرة بتاع تامر بالنسبة لي كانت مستفزة ومخيفة. فاهمة؟ ايوه. وكان يعني سنك صغير جدا كمان. وكنت صغيرة جدا، فكان بالنسبة لي اللي هو يعني انا فعلا كنت بتهز نفسيا بخاف. يعني احنا لما عملنا، خلي بالك احنا عملنا فرح وعملنا كل حاجة برايفت، بس الحاجة اللي احنا كنا عاملينها احنا حد نزل لنا الانفيتيشن في الصحافة. طبعا انا كنت عارفه ساعتها انه في هجوم اوريدي حاصل عليا، وكانوا بيقولي قدام البيت طلقها طلقها، فكان في حاجات انا خايفه منها. فانا من الناس، يعني انا امي كانت خايفه، هو كان خايف، انا من الناس اللي ايه بقى اللي على السبوت لايت كله، فازاي انا مش هخاف؟ ايه موضوع طلقها طلقها ده؟ لا هو انا بقول لك، هو تامر يعني فعلا انا بالنسبه لي شهرته كانت مخيفه بالنسبه لي في الاول. خلي بالك انا برضو من الفانز بتوعه قبل ما اتجوزه، بس انا عمري ما كنت يعني بشوف الحاجات دي كلها زي ناس على الانترنت. انا مش فاهمه ان انا هعيشها في يوم من الايام من حياتي. فبالنسبه لي ساعتها كنت حاسه ان ممكن يحصل فيا حاجه، ممكن حد يعمل فيا حاجه، خفت. فعشان كده كل حاجه في الاول كنت بقول اوكي اوكي اوكي، عشان انا برضو في النهايه انا عايزه اكمل حياتي معاه، هو حب حياتي. بس ما بحسش انه ينفع ان انا اقول ان تضحياتي دي خساره، عشان هو يستاهل. يعني انا تامر لما اخترته مش بس عشان حبيته كشخص، لا عشان كنت عايزاه يبقى ابو عيالي. وانا جوازي ليه ضحيت بالغنى عشان اتجوز الراجل اللي انا بحبه؟ عشان كنت حاسه انه مش اي حد انا احبه ممكن يبقى ابو عيالي. طبعا اكيد، وده اتعلمته من ابويا ربنا يرحمه. ربنا يرحمه يا رب.